صباح الخير، بنصبح على حضراتكم من جديد. هنتعرف دلوقتي على المرور واهم المحاور اللي فيها تكدس وكثافه مروريه والبدائل اللي ممكن تكون كحل تمثل حل علشان نهرب من الزحمه على الصبح. ومعانا على التليفون العقيد ايمن الضبع من غرفه عمليات الاداره العامه للمرور المركزي. صباح الخير سياده العقيد. صباح النور يا فندم والاخوه المشاهدين، اهلا بك. اهلا بيك، اخبار مرور النهارده ايه يا فندم؟ والله الكثافات وفق معدلاتها الطبيعيه بتاعت ساعه الذروه الصباحيه، لكن كان عندنا بعض المؤثرات ويمكن بعضها ما زال موجود. خلينا نبدا على اسكندريه الصحراوي، وفي حادث بين ست سيارات نقل. للاسف هي سياره محمله بالرمان، اصطدمت بها من الخلف بالصندوق بتاعها سياره اخرى، ادى الى تهشم جزء في الصندوق وتبعثر الحموله اللي هي الرمان على الطريق. سيارات قادمه في نفس الاتجاه حبوا يتفادوا اصطدام بالرمان فاصطدموا مع بعضهم البعض. للاسف عندنا واحد متوفي وثلاثه مصابين. خالص التعدي الاسر المتوفي طبعا، لكن الحمد لله هو تم رفع الحريق. كان فيهم سياره كمان محمله بحموله كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون. الحمد لله تم تامينه تماما بمعرفه العقيد. طب اسمح لي سياده العقيد، هل ده مختلف عن الحادث اللي كان برضو على طريق مصر اسكندريه الصحراوي ونتج عنه مقتل سته وكان تصادم بين خمس عربيات برضو؟ ده انت تقصدي بالامس؟ بالامس لا، ده لسه الساعه 5 صباح اليوم. وكان في شبوره، طبعا في شبوره السيارات بتمشي على هيئه اطواف، يعني على هيئه قول، مسترشدين بعضهم البعض ما بيسيبوش مسافات الامان اللازمه. لما واحده بيحصل لها موقف طارئ سريع للاسف بيصطدم، وده بيسمى حادث متسلسل. واحنا يمكن يعني امبارح انا قلت والنهارده وكل يوم بنتكلم عن مسافات الامان، خاصه في الشبوره لازم ازود مسافات الامان واخفض من السرعه. دي تعليمات مهمه جدا لا يجوز اطلاقا ان انا اتنازل عنها وانا ماشي على الطريق تحت اي مبرر. مسافه الامان، تخفيض السرعه بشكل كبير والالتزام بالمسار المروري. هو ده كان في كيلو 62 طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي. الحمد لله تم رفع كل اطراف الحادث والسيارات متجنبه، لكن برضو انا بناشد في هذه الفتره، هي فتره شبوره، من فضلكم قللوا السرعه وزودوا مسافات الامان من فضلكم. كل يوم عندنا مآسي وحوادث متسلسله بسبب السرعه وعدم ترك مسافه الامان. طيب ده طريق مصر اسكندريه الصحراوي، ماذا عن بقيه المحاور سياده العقيد؟ عندنا برضو على الطريق القادم من الدايري وبيرغب في الوصول الى طريق الاوتوستراد في اتجاه عمارات صقر قريش او اتجاه حلوان، في كوبري اعلى الاوتوستراد. هذا الكوبري درجه الاحتناء بتاعته مرتفعه، لابد من ان ناخده على سرعه منخفضه. للاسف سياره محمله ب خلصت اسمنت يعني دخل بسرعه كبيره برضه اصطدم بالحاجز وسقطت السياره من اعلى الكوبري على طريق الاوتوستراد اسفله يعني. للاسف نتج عنها اشتعال النيران في السياره ووفاه صاحبها. تم نقلها وتم اطفاء النيران، لكن طبعا عملت كثافات وما زالت مسببه كثافات مرتفعه على طريق الاوتوستراد. يعني هو الملاحظ انه حتى الان معظمها يعني عربيات يا اما خلاط اسمنت يا اما عربيات نقل. سياده العقيد، هل ده ممكن يخلينا ان احنا نعيد النظر مره اخرى في الاجراءات والضوابط، اصدار التراخيص، تجديد التراخيص، الكشف الدوري، وربما المفاجئ على يعني سائقي النقل في الطرق السريعه؟ كل دي اجراءات مهمه جدا ونستلزم اعاده النظر فيها مره واثنين وعشره، لكن انا شايف ان مهم جدا ان هؤلاء السائقين لابد من ان في جهه تتعامل معاهم، تعيد صياغه افكارهم، تعيد صياغه معلوماتهم، تعيد التفتيش عليهم والمراقبه عليهم، مراقبه مجتمعيه من خلال جهه زي ايه يا فندم؟ جهه زي ايه غير اداره المرور؟ لا، نقابه السائقين لابد ان ترعى، عندهم مشاكل كتير جدا وبيعملوا في ظروف صعبه بدون تنظيم، بيعملوا بشكل عشوائي، بيعملوا بدون ساعات راحه، بيعملوا نسبه كبيره من هذه الرحلات رحلات سلبيه. فعندهم كميه كبيره جدا من المشاكل اللي بتحيط بهم، وبالتالي المفرز هو عدم اللامبالاه، المفرز هو الحوادث، المفرز هو كذا وانا تحت تاثير النوم والنعاس يعني. فمحتاجين مجموعات كبيره، يعني مفيش دوله في العالم النقل يسير فيها بهذه العشوائيه، لان مفيش جهه منظمه ليه، وهذه الجهه
قد تكون كيانات منبثقه عن وزاره النقل، قد تكون نقابه السائقين، احنا ممكن نبقى طرف معاهم، ولكن الطرف الاصيل هو الجهه التي تملك حق تنظيم النقل بالنسبه لهم. يعني نعتقد ان وزاره الداخليه وقطاع المرور واداره المرور تحديدا هي طرف اصيل بالتاكيد يا فندم، يعني طبعاً طرف ويمكن محتاجين زياده الدوريات، ويمكن محتاجين اجهزه رادار مختلفه ومتعدده وكثيره وعلى اكثر من منطقه، يعني المتابعه وتطبيق القانون بشكل عادل وحاسم وحازم بالتاكيد ده ممكن يحد من المشكله في النهايه. احنا شايفين الحمد لله حتى الان جوه القاهره مش عايز افوت دي بس كده. انا بقول ان الشق التنفيذي الجبري للقانون اللي هو بيقوم بيه رجال المرور ده شق لابد من يعاد النظر فيه، ولابد من تطبيقه وتغليظ العقوبات وخلافه، ولكن مش الجانب ده فقط هو اللي هيعدي المسائل النقل. مفهوم يا فندم. لابد من وجود كيانات تدير شبكه النقل. وصلت الفكره يا فندم. طيب احنا شايفين الحمد لله حتى الان يعني طريق النصر، رابعه العدويه، 15 مايو، يعني الحمد لله الامور ماشيه بسلاسه حتى الان. يعني ممكن نقول انها وفق المعدلات الطبيعيه بتاعت الذروه الصباحيه. الحمد لله ما عندناش فيها مؤثرات كتير، وبالتالي يعني السريان وفق معدلات الحمد لله. بشكرك شكرا جزيلا سياده العقيد ايمن الضبع، وكان معانا على التليفون من غرفه عمليات الاداره العامه للمرور المركزي، وسط كتير من الحوادث ووسط كتير من السلبيات اللي للاسف بتؤدي الى كتير من الحوادث وكتير من الصدمات وكتير من الاصابات والعاهات اللي بتفضل فيما بعد والعجز اللي بينتج او الاصابات واللي بتؤدي الى يعني الوفاه، الا انه رغم كل ده في احيانا بيكون افكار رائعه وجهود ايجابيه جدا بتدينا امل طول الوقت ان يكون في غد افضل وبكره افضل وفي محاولات للتوعيه. امبارح مجموعه من الشباب اتجمعوا في اكتر من مكان في القاهره علشان يقوموا بحمله توعويه اسمها بذور بلدي. بذور بلدي بيعملوا ايه؟ وايه البذور اللي معاه هم اللي كانوا بينثروها سواء في شوارع وسط البلد او في مصر الجديده او في الاماكن والمحافظات المختلفه، ويعني ايه المصري يزرع مصري، ومال هو المصري بيزرع ايه وبيحصد ايه في النهايه؟ هنتعرف على كل التفاصيل من خلال تقريرنا التالي.